اعترافات الخلية التي تم حسم، يعني احد افراد حسم خلايا حسم اللي تم القبض عليها منذ قليل، بعض الاعترافات من وزارة الداخلية. اسمي احمد جمال علي من الخليفه، سني 20 سنه، انضميت لجامعه الاخوان سنه 2013، خرجت بعد مظاهرات بعد 30/6. في 2015 انضميت لتنظيم مسلح على يد المتوفى عبد الناصر علواني، وتنقيت هناك دورة فك وتركيب السلاح. كان معايا ساعتها واحد اسمه محسن سعد، بعدها اتفرقنا كل واحد فينا راح في مكان. ضميت للمجموعة التانية، تلقينا عدة دورات فك وتركيب ودورات زرع عبوات في أماكن في صحراوية في يوسف الصديق ومكان في بشوي ومنطقة في إقصى، وزرع عبوات في شقة سكنية في منطقة الفيوم. تلقينا دورة تأصيل شرعي، تلقينا دورات تأمين، دورة تأصيل شرعي، شرح بيستحل دم الضباط أو أفراد الشرطة ومنشآتهم. اسمي عمر أبو بكر محمد عبد الواحد، طالب في كلية الصيدلة جامعة بني سويف، عندي 22 سنة، مقيم في مناشي الخطيب مركز الفيوم. انضميت لجماعة الإخوان المسلمين نهاية 2013 بإقناع كامل من عبد الله أخويا، وكنت أنزل مسيرات في فيوم وفي بني سويف وفي مناشي الخطيب. انضميت لحركة حسم وفي انضميت لحركة حسم ودي كانت بهدف السيطرة على مصر، وخدت دورات كتيرة، منها أول حاجة دورة الرؤية، ودي دورة عن رؤية الحركة المستقبلية في كيفية السيطرة على مصر. تاني حاجة دورة تأصيل شرعي، ودي بتتكلم عن استحلال دم ضباط الشرطة واستحلال دم أفراد الشرطة والأقوال الأمنية وضرب البوكسات على الطرق السريعة، ودي بتتكلم برضه عن ان هذا نظام باغي يجب قتاله عسكريا. بعد كده تلقيت دورة تدريب تكتيك عسكري، ودي كانت واحدة في يوسف الصديق واطلاق نار في يوسف الصديق، وكانت التانية في مركز إقصى، ودي كانت تدريب بدني وتدريب عسكري.